كابتن سامي فوز مهم ومطلوب، وحتى اخر ثانيه النادي الاهلي بيلعب حتى اللحظه الاخيره، روح وجديه واصرار، لكن بشكل عام الفوز هو اهم حاجه النهارده بالنسبه لنا كابتن. طبعا انت بتتكلم في حاجه من اساسيات ومميزات النادي الاهلي كلها من اول تاريخ النادي الاهلي ما بدا، يعني بنلعب لحد اخر وقت واخر نفس، وده الحمد لله ميزه كبيره جدا في النادي الاهلي. وعارف ان احنا بدانا المباراه بشكل مش كويس، لكن انت عارف الضغوط اللي خروجنا من ماتش الزمالك، الضغوط العصبيه اللي احنا الحمله الكبيره اللي موجوده سواء على اللعيبه او على النادي كلها، برضو انت بتلعب فرقه جايه من خساره فعندها تكتل دفاعي اكتر، الاصابات اللي احنا بنعاني منها، يمكن ما بقولش مبررات لكن بقول حقايق، يعني الظروف اللي معانا، الاصابات، الوقف سواء كهرباء، الاصابات اللي موجوده في الفرقه، نيدفيد، سعد سمير، كل الناس اللي موجوده يعني، وبتعاد بعض اللعيبه عن النادي، نفس القصه. يمكن انت بتشتغل في سكواد، احنا معانا النهارده 3 ناشئين موجودين، يمكن الظروف ما سمحتش اللي احنا الراجل لاعبهم يعني، لكن كل الظروف ديت ما بقولش لا مبرر، لكن اللي انت برغم كل دوت انت بتحقق مكسب، ومكسب صعب، ومكسب وانت 10 لعيبه، اعتقد ان دي حاجه تحسب لعيبه، لكن ان شاء الله احنا مستنيين الاحسن، وعارفين ان احنا لسه ما وصلناش للحاله اللي احنا كنا فيها قبل كورونا، وده امر واقع يعني، وده حاله اللي الراجل بيشتغل عليها، لكن كان الاهم بالنسبه لنا النهارده المكسب، مهم جدا جدا جدا، والراجل اتكلم عليه. يمكن النهارده برضو كابتن خطيب كان موجود معانا في المعسكر، اتكلم على اهميه المباراه ديت خصوصا بعد مباراه الزمالك، فاعتقد الحمد لله دي ايجابيه. الايجابيه الاكبر طبعا عوده مروان محسن بعد ما تعرض لحمله كبيره جدا، يعني يمكن انا بقول لكل الناس، كل الناس يعني مش جمهور النادي الاهلي ولا محبين النادي الاهلي، لكن مروان من لعيبه كويسه، احنا بنقول كده قبل ما يجيب الجون وبعد ما يجيب الجون، عندنا ثقه في كل لعيب بينتمي النادي الاهلي او يلبس تيشيرت النادي الاهلي هو لعيب بالنسبه لنا مهم جدا، لازم ندعمه في كل الاوقات اللي بيمر فيها، سواء في فرحه او سواء في حزن او سواء في عدم توفيق. يمكن الحمد لله يمكن الكابتن السيد عمل جلسات كبيره معاه، وانا اتكلمت معاه كتير، والراجل اتكلم معاه، وكل اللعيبه بتدعمه، وكل لعيبه انت شايف النهارده فرحه اللعيبه فيها. احنا ده اللي انا بطلبه من جمهور النادي الاهلي، ان انت دايما تبقى ورا لعيبتك، ان انت دايما ورا جهازك، ان انت دايما ورا مجلس ادارتك، لان كل الناس ديت بتشتغل عشانك انت، فعمر ما حد هيبقى عنده المسؤوليه ديت ويقدر ياثر فيها يعني. لكن عندنا ثقه كبيره في ربنا ان احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، ماشيين الحمد لله معدل كويس جدا، يمكن الناس مش شايفه الاحصائيات كويس، لكن لما تيجي تبص لها الحمد لله احنا اكتر فرقه عندنا انتصارات، احنا الفارق حوالي 17 نقاط، اكتر فرقه جايبه اجوان، اقل فرقه جايه فيها اجوان، عندنا خساره واحده، عندنا تعادلين، فاعتقد ان كل ديت ازاي ما تاهلكش ان انت تكون البطل، ازاي ما تاهلكش ان انت تكون نادي كبير، فانا مش شايف الناس ديت ازاي بتعمل حمله على النادي كده، يعني ازاي بتتكلم على النادي الاهلي كده، ازاي بتتكلم على مستوى الفرقه كده، امال لو احنا وحشين هيحصل ايه تاني؟ فهو ده نداء الجمهور النادي الاهلي، انت بعد ربنا انت السند لينا، النادي ده معمول عشان جمهور النادي الاهلي، عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي، كل الناس، ده كلام مش كلام يعني بس لوحدي، كلام من اول الكابتن، هو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بنمشي عليه، هو ده اللي احنا بنسعى له، هو ده اللي احنا بنجتهد ونشتغل عشان نحققه لجمهور النادي الاهلي، فدايما احنا محتاجينكم في كل الاوقات، فان شاء الله ربنا يكرم الفتره الجايه. شكرا شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصطفى والكابتن سيد ابو حفيظ، وتحيه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي، اصرار وجديه وعزيمه كنا عايزين نشوفهم من اول دقيقه لكن لاخر دقيقه، لعيبه النادي الاهلي متواجده عندها الرغبه وعندها الاحساس الكبير ان شاء الله